مشاهدينا الكرام، معانا ضيفين مميزين، يعني جونا من مكة أطهر بقاع الأرض، وزي ما احنا يعني شفناهم كثير على حساباتهم على السوشيال ميديا، معانا ومعاكم نرحب فيهم لجي المسرحي وسرور المسرحي. يعطيكم العافية. يا هلا وسهلا فيك. الله يعطيكم العافية. احنا في الأول يعني عرفنا انه لجي جانا، يعني احنا كلنا في الاستوديو عارف انه لجي جاينا، بس قال لنا انا جايب لكم مفاجأة معايا. قلنا له ايش المفاجأة؟ قال انا جايب اخويا سرور المسرحي معايا. فمرحبا فيكم معنا. اهلا وسهلا فيك حبيبي. طيب في البداية يعني نستفتح كذا بحاجة بسيطة منكم تسمعونا وتطربوا المشاهدين. ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. بالمايك ولا بدون؟ بدون. طيب تفضل. أهلا بكم والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم. يا لالي لالي لا لالي. الله يعطيكم العافية. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. والله يعني أنا خلاص ما أبغى. والله الصوت ما شاء الله تبارك الله. مين أكبر ما شاء الله؟ لجي ولا سرور؟ مين أكبر؟ سرور. نعم؟ سرور. هو الأكبر؟ إي أنا أكبر. ما شاء الله تبارك الله. طيب مين اللي ياخذ القرارات دائما، انت ولا هو؟ مين المخ ومين العضلات زي ما يقولوا كده؟ وصراحة هو يقرر شيء بس انا اكلم الوالد. يعني اي الله يحفظ لكم، دائما قراراتكم بياخذها الوالد. اكيد. ما شاء الله. احنا اللي سمعناه كمان يا ابو الفتوح انه في واحد دائما هو المشاغب في البيت. ايوه. مين هذا المشاغب في البيت؟ والله انا مراد بن حكم خبرتي. خليهم هم يقولوا. ما ادري. طيب اشوف كذا حاططها في بالي كذا بس يلا. لا ما جاب معانا. ها؟ ما جاب معانا. لا عشان طلعت فيك؟ لا لا انا لا سرور. سمعنا انه سرور هو. ايوه سرور هو باين. يعني هو باين قدامنا هادي وكذا بس. أيوة. هو يقول لك مشاغب في البيت، احنا عندنا اسرار يعني يكلمونا من البيت ترى سرور مشاغب. صحيح الكلام ده ولا كيف؟ صحيح في البيت بس. برا خلاص بتبدأ. لا برا. طب كيف بتسوي انت جي لما يكون سرور بيعمل مشاغبات في البيت؟ لا اعمل نفسك ميت. طيب. يعني يورطك دائما؟ لازم. والله؟ لازم اورطك. ما شاء الله تبارك الله. تمام. يعني احنا كنا كمان عارفين يعني الوالد فوق بيقول انت بتصحي ابوك وبتصحي عمك وبتزعج البيت يا سلام. صحيح الكلام ده؟ طب احكي لنا شويه مواقف يا لجي. وإذا نام لا تصحي، لكن إذا صحي لازم كلكم تصحوا معاه. يا الله. لازم. بيسوي مشاغب. والله يعني أنت زيي في البيت ترى. ترى شوف أنا كيف هادي ومشاهدين معانا، أنا زي كذا في البيت ترى. ما في أحد لما أنا أصحى ما في أحد نايم. طيب أنتوا ما شاء الله تبارك الله يعني أخوين عندهم أصوات جميلة جدا يا أبو الفتوح ما شاء الله زي ما سمعت. ما شاء الله تبارك الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. بس هل هذه يعني مع تمارين ولا ما شاء الله مواهب ولا أنتوا نميتوها؟ ولا وراثة؟ في احد في العيله كده يغني برضو؟ في العيله اصوات جميله لكن ما في احد بيغني. والوالد هو اهتم باصواتنا. ايوه. يعني من احنا صغار. ما شاء الله. يعني اخذنا كذا بدينا في المجسات. ايوه. شويه على نشيد بعدين الاغاني. ما شاء الله. والحمد لله الى الان يهتم باصواتنا. ما شاء الله. نفس الحكايه مع سرور؟ ايوه اكيد. من يعني بدينا اصلا سوا من احنا صغار. انتوا كم اخ؟ احنا الاثنين فقط. بس الاثنين ما شاء الله. والاثنين بصوتكم جميل. اللهم صل على النبي. طيب مشاهدينا الكرام يعني نبارك للي فازوا معنا بالجائزه بقيمه 1000 ريال سعودي مقدمه من قناه اقرا الفضائيه. ونذكركم انه انتم ممكن تشاركوا من خلال هاشتاج معا في رمضان رقم 6. وعشان كمان نحمس احنا اليوم جايبين لكم منشدين مميزين جدا من مكة المكرمة، حيجلسوا طول الوقت كده يغنوا لنا ويطربونا الين نسحب السحب الثالث معاهم ان شاء الله. فنبدا نسمع حاجة تانية ان شاء الله، حاجة على رمضان. يلا يلا توكل. هاند مايك. يلا خذ المايك معك. يعني ابدا بالهاند مايك. اللي حيبدا الاول يعطي الثاني زي كده. أقبلت يا شهر العبادة والتقى، أقبلت مرحبا فيك يا رمضان، أهلا
شهر الذكر شهر عاطر نفحاته الآيات نفحاته الآيات والقرآن. الله 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 الله. طب احنا سمعنا انه ما شاء الله تبارك الله يعني معظم العيلة يعني حقتكم فيها منشدين وفيها يعني صاحبين أصوات جميلة، هل الكلام ده صحيح؟ أكيد صحيح. طيب كيف اكتسبتوا من خبراتهم؟ يعني أكيد في ناس أكبر منكم كمان سبقوكم في المجال هذا، كيف يعني أنتوا كنتوا بتشوفوهم هم بيروحوا يعملوا مجسات ولا أنتوا الطموح هذا يعني أبوكم هو اللي اشتغل عليه؟ أيوة الوالد هو اللي اشتغل عليه. يعني أنتوا ما كنتوا حابين الشيء ده؟ لا إلا كنا حابين الشيء. أيوة. لأنه بدينا ما شاء الله من الابتدائي. أيوة. على المسارح على الإنشاد والقرآن. تمام. مدرسة مدرسية. ما شاء الله تبارك. أنتوا مدرسة واحدة؟ لا. كل واحد في مدرسة. كل واحد في مدرسة. أنت سنة كام يا ما شاء الله؟ الحمد لله متخرج. نعم. متخرج. متخرج ما شاء الله تبارك الله. وأنت؟ أنا الثالثين. خلاص الثالث. هو في الجامعة. فاهم في الجامعة ما شاء الله تبارك. في الجامعة؟ إيش تخصصت؟ داخل التخصص إن شاء الله. يعني لسه في تحضيري. أيوة طيب تمام. إيش حابين في المستقبل؟ إيش حتقدموا؟ إيش عندكم مشاريع جديدة؟ إن شاء الله. فيه أغاني كثير إن شاء الله جاية. أكيد فيه في العيد. اي شيء ضروري الاثنين يعني لازم يكون عندنا شيء حصري انتم حتسووه في العيد ان شاء الله. لازم جميل نسمع جدا. طب نسمع منه شيء كذا هذا نسمع جزء منه حصريا لقناة اقرا. يلا يلا العيد حيخلص. على عينك يا تاجر يبيع القلب ويهاجر على عينك يا تاجر يبيع القلب ويهاجر حبيبي ليك إذا قاسي حبيبي ليك إذا قاسي كسب وانا اللي ذي خاسر كسب وانا اللي ذي خاسر. الله 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 ان شاء الله شيء جميل. يعني هذه ان شاء الله متى حتنزل؟ في العيد ان شاء الله باذن الله. اول ايام العيد يعني خلال العيد باذن الله. طيب حلقتنا اليوم كانت على الجداول في رمضان، كيف تسوي ايش تسوي كيف حياتكم، كيف جدولكم في رمضان انتم، كيف ترتيب حياتكم؟ راسا على عقب. كيف ايش يختلف عن الايام العاديه؟ حكي لي كذا. انه يعني الوقت مفتوح ما في شيء معين تسويه صح، فقليل اللي يرتب هذا الشيء. وانا من النوع اللي ما احب ارتب الاوقات. صحيت صحيت نايم نايم زي ما تيجي هو ذا. بس طيب. ما شاء الله صوره ملتزم وكذا. طيب الصوت ما شاء الله الطيب هذا، هل لي تدريب بتتدرب على الصوت هذا؟ فعلا ايوه شيء مهم. يعني الصوت زي لاعب الكوره نقول لازم يسوي اطاله، برضو الصوت له اطاله. انا عن نفسي دائما وانا اتروش كذا احب كلنا احنا نعرف كمان انه اللي بيغني بيشرب مشروبات خاصه قبل ما يعني يؤدي او ينشد انشوده معينه، فهل في اشياء خاصه انتم بتاخذوها ما شاء الله لاصواتكم؟ فعلا في اشياء تريح الحلق. ايه؟ الليمون والزنجبيل وبرضه اليانسون. اوه في اشياء جميله. ايه؟ يعني في مشروبات البابونج. في مشروبات انت لو شربت لبكره. لا يا انسى عمي الموضوع، خلينا ناخذ نصيحه بس. طب يا عمي اسمع مني بس. انت في التقديم وفي التمثيل مره كويس، فخليك انت في مجالك. انتوا خليكم مع ده حيورطكم ترى. يعني انت شايف انه هو لو شرب ينسون حيزبط معاه الوضع؟ لا الشغله بالتمارين يعني. اي اكيد بالكليه. فانت بالتمارين شيء ضروري انك تغني كثير يعني. الله فانت لا تحاول أيه. خلاص انت مشيت خلاص انت. لا لا ان شاء الله مشيت يعني قدم. انا شربت التوت هذا بس. لا هذا التوت هيعدمك كل جسمك. هذا ما بيحل الصوت. طيب انتوا واخذين الموضوع هوايه يعني ولا بس حتكملوا اكاديميا وتدرسوه وتفضلوا في هذا؟ بالنسبه الموضوع حاليا الان يعني هوايه. اي بس ممكن نتطور في المستقبل وادرسه ان شاء الله. انت حابب هذا الشيء؟ مو ذيك الدرجه يعني. كمان ابوك معنا فوق بيقول انه انت بتحابب تدرس معنا في يعني تدرس في الطيران او تدرس طيران. ايوه فعلا صحيح. ايوه طب ايش اللي جاب الدد؟ يعني كله بيطير يعني. أيوه. وانت يعني وانت ساق الطياره تغني كده. انا عارف هي الطياره فيها مسجل ولا فيه ايوه مو انت تسمع دائما الطيار معاكم الكابتن مش عارف مين. أيوه. وكذا هو حيقول لهم يا ليلى انا معاكم. ايوه زي كذا ويطلع معاهم
وانه نشوف سبحان الله يعني وفق اثنين في شيء كويس ما شاء الله. طيب مشاهدينا الكرام خلينا نروح للسحب الثالث والفائز الثالث معانا، والاجابه زي ما هو او السؤال زي ما اعرفه انا صراحه ما ادري في الكوره. السؤال يقول ابو الفتوح، اكثر منتخب وصل لنهائي كاس العالم، بلد يعني بلد وصلت لكاس العالم والبلد هذه اوروبيه ومعروفه، واكثر بلد لعبها فرق عربيه في كاس العالم. انت تعرفوا الاجابه؟ عارفين الاجابه بس بينهم لا ترى في مايك. ايوه في مايك. انت لكم في الكوره؟ نقول لكم في الكوره؟ وانا في الكوره بس ما بيشجع شيء معين. انت ايش تلعب طيب؟ ايش مركزك في الكوره؟ انا ظهير وقلب. ظهير وقلب وده؟ جناح ايمن جناح يسار. جناح ايمن وجناح يسار ما شاء الله، يعني ما شاء الله ينفعوا في الفريق واحد. اكيد لعبنا في فريق واحد. يقولوا غش ممنوع. طيب قبل ما ناخذ العدد التنازل عارفين الاجابه؟ طبعا عارفينها. طب ممكن يعني تغششوا المشاهدين؟ ايوه ودوه قربوا له، هي قربوا له قربوا كذا. طيب مشاهدينا الكرام يعني الجائزه حتكون مقدمه من قناه اقرا الفضائيه، جائزه بقيمه 1000 ريال. ونبدا العد التنازلي يا ابو فتوح. يلا جاي عندك انا. يلا نبدا العد التنازلي، وبدا معانا العد التنازلي للجائزه بقيمه 1000 ريال سعودي مقدمه من قناه اقرا الفضائيه. عندنا اليوم عندنا احمد وعندنا دكتور وعبد الكريم وعندنا خليل وعندنا حجابات. طيب كثير. بما انه عندنا عد تنازلي ممكن نسمع حاجه قبل. يلا ايوه نسحب. ايوه ان شاء الله خلال السحب عندنا 40 ثانيه. يلا اسحب. يلا اسمعونا حاجه لغايه ما يخلص العد. يلا بسرعه. راعى الله اياما تقضت بطيبة وحيا إلهي ليال ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. الله 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 يديك العافيه. يلا نسحب. يلا يلا انت خذ اسحب. ايوه بالله. يلا اختار اختار. شوف اول شيء حدث كذا حدث. ايوه 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 اختار اسم. يلا اختار اسم واعطينا. يلا 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 اختار. ايوه طلع مين؟ انا اتذكر. يلا اختار. هذا جواب ثاني. طيب حدث كذا واختار عليه. يلا يلا نبدا نختار. خش عليها خش عليها. يلا ادخل. شوف كذا مباراة متابعة ولا مو متابع كذا؟ نشوف متابعة استنوا. أيوة. نشوف هي عاملة ريتويت. نسوي ريتويت ولا لا؟ هي متابعة. نشوف ريتويت عاملة. نشوف. اديله كذا الجا اديله كذا. عاملة ريتويت للسؤال. ايش اسمها هي؟ والف الف مبروك لرغد فايع الجائزة بقيمة سلام عليك يا رغود. رغد فايع الف مبروك. الف الف مبروك للفائزة معانا. وكانت بالضبط وكانت الإجابة ألمانيا. نسمع شيء بسيط منهم. نسمع شيء أخير. يلا اختبروا لنا هي بحاجة كذا حلوة. يلا يلا نسمع. يلا طيب نسمع شيء أخير. يلا. إني بمكة مغرم وأنا كمان أهواها، ما أجمل الأيام تحت سماها، فيها لقد ولد الحبيب محمد، فيها لقد ولد الحبيب محمد، وهي التي ربيت فوق ثراها قسما بربي مثل مكة لم أجد، قسما بربي مثل مكة لم أجد، فارحل لمكة لا تأم سواها.